السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم وليداتي الأبطال؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم يبي لك طفلي. غنكملوا مع بعض الحروف الهجائية اللي بدينا، ومع حرفين جديدين غنتعرفوا عليهم الآن. واش مستعدين؟ جاهزين؟ يلا على بركة الله. الحرف الأول اللي غيكون عندنا في هذه الحصة هو حرف الذال. حرف الذال. حرف الذال. ذال. شنو تلاحظوا في هذا الذال؟ شنو تلاحظوا؟ عندنا الذال عنده فوق منه نقيطة، وهاد النقيطة شنو تتقول لينا؟ تتقول لينا خرجوا اللسين ديالكم شي شوية باش تنطقوني مزيان. ذال ذال. يلا نعاودوا مع بعضياتنا. ذال. يلا ذال. حسن جدا، برافو عليكم، ما شاء الله. ذال. مثلو مثلو مثلو. ذرة ذرة. مثلو ذرة. غنكتبو ذرة. ذو را تن. ذرة ذرة. يلا نعاودو نقراو الحرف من جديد، ولكن نحاولو نخرجو لسين شي شوية باش نطقو الذال مزيان. يلا يلا بداو. ذال ذال ذال. ذرة ذرة ذرة. دابا غننتقلو للحرف الثاني اللي هو حرف الثاء. ثاء. هي تنخرجو السين ديالنا ولكن شويه اكثر من الدال. ثاء ثاء ثاء. يلا نعاودو مع بعضياتنا ونخرجو السين ديالنا باش ننطقوها مزيان. شو مسكينه هي، قويه الثاء، تتهز لينا ثلاثة ديال النقاط. نذكرهم دائما أن الثاء قوية تتهز لينا ثلاثة ديال النقاط. ثاء ثاء ثاء. مثلو مثلو مثلو. ثلاثة ثلاثة ثلاثة. غنكتبو ثلاثة حداها. ثاء لا تثن ثلاثة ثن ثلاثة ثن ثلاثة ثن. يلا نعاودوا الحروف مع بعضياتنا. ثاء. يلا يلا كروا من ورايا. ثاء. برافو، حسن جدا. ثاء ثاء. ثلاثة سن ثلاثة سن. هذه الكلمة فيها جات جوج المرات حرف تاء. نعود الحرف مع بعضياتنا من الأول اللي قرينا في هذه الحصة. ذال ذال ذال. ذرة ذرة. تاء تاء تاء. ثلاثة ثلاثة. وصلنا النهاية ديال الفيديو. نتمنى يا ربي نكون فهمتكم بطريقة مزيانة وبطريقة سهلة، ونتمنى أن هاد الحروف يترسخوا لينا في الراس مزيان، لأن هذه هي لغة القرآن، خصنا نعرفوا الحروف مزيان باش نتعلموا نقرأ. ودابا غنتقلوا النشاط باش نتبتوا الحروف ديالنا. يلا أوليداتي، مع النشاط ديالنا اللي غنديروه اليوم بالمكعبات. يلا كل وليد يمشي يجيب الصندوق ديال المكعبات ديالو، ومع بعضياتنا نحاولوا نثبتوا الحروف اللي قرينا. يلا على بركة الله. نبداو بالحرف اللي قرينا اللي هو حرف حرف الذال. حرف الذال. هذا حرف الدال، وقلنا غادي يكون فيه واحد الحاجة من الفوق اللي هي
القطار. هذا حرفه الذال. عنده هذا النقيطة، شنو تتقول لينا؟ تتقول لينا نخرجوا لساننا واحد شوية باش ننطقوا الحرف مزيان. ذال ذال ذال، برافو. دابا غنمشي نديروا الحرف الثاني اللي هو حرفه الثاء. غنلعبو وفي نفس الوقت غنثبتو الحرف اللي قريناه مع المعلمة ديالنا باش نعقلو عليه وعمرنا ننساوه. وهذا شنو قلنا؟ هاد الثاء تنخرجو لساننا مزيان باش ننطقوه، ولكن هاد الثاء قوي تيحمل لينا ثلاثة ديال النقاط. واحد جوج ثلاثة، ثلاثة ديال النقاط تيهز لينا حرف الثاء. هذا حرف الذال وهذا حرف الثاء. إن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.